واحد، تطوير الثانوية العامة يساوي تدمير الثانوية العامة. بقالنا فترة بنسمع عن تطوير الثانوية العامة، وبقالنا فترة شايفين تدمير الثانوية العامة. النهاردة كانت نتائج الثانوية العامة، أوائل الجمهورية ظهروا في برامج مختلفة. حدث سعيد كل سنة لما أوائل الجمهورية بيكلمهم وزير التعليم يهنئهم بالمراكز الرفيعة. إنها من وقت ما بدأنا الكلام على تطوير التعليم، واللي حاصل هو تخلف التعليم. وقبل كده لما كان دكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، كتبت وهو في المنصب إنه لما بدأ استراتيجية تطوير التعليم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كانت استراتيجية تخريب التعليم في ذلك العصر. ومن أول ما قلنا تطوير وإحنا ماشيين على طريق تكسير التعليم في مصر. النهاردة تقريبا 100% من أوائل الجمهورية الثانوية العامة، تقريبا 100% أخذوا دروس خصوصية في جميع المواد. جميع المواد أخذوا فيها دروس خصوصية، تقريبا كل أوائل الثانوية العامة، وده معناه أن غير الأوائل كمان أخذوا دروس خصوصية. الدولة انهزمت في معركة الدروس الخصوصية في كل الأنظمة وفي كل الحكومات، ولا تزال حكومة مهزومة في معركة الدروس الخصوصية. إنما الأهم هو أن كل شوية البعض بيطرح فكرة تطوير الثانوية العامة، والبعض بيتكلم على، بقالنا سنين من آخر أيام الرئيس مبارك، والبعض بيتكلم على إن إحنا نلغي التنسيق ويبقى الاختيار عن طريق غير التنسيق. لما إحنا نلغي التنسيق الثانوية العامة، لغينا الشفافية ولغينا العدالة. ممكن ده يكون في بعض الأخطاء وفي حاجات ممكن فيها ملاحظات، إنما يظل في النهاية أفضل نظام، لأن الكنترول ثانوية عامة مغمض عينيه، ما يعرفش مين الطالب أو الطالبة اللي قدامه، لا ليه علاقة بانتمائه ولا وضعه الطبقي ولا والده مين أو والدته مين ولا في أي مدرسة ولا أي حاجة من دي. قدامه الشخص اللي في اللجنة، مش بدور أي مدرسة، بس أقصد ما عندوش خلفية كبيرة عنه، إنه بيتعامل مع المادة اللي قدامه، المادة اللي موجودة اللي هي مادة إجابة الأسئلة. إنما لو لغينا التنسيق في الثانوية العامة، يبقى دخلنا بقى في كشف هيئة، ودخلنا في اختبارات، ودخلنا بقى في انترفيو ومقابلات علشان نقيم هؤلاء الطلاب والطالبات. أول ما تقول لي هنعمل مقابلة يساوي واسطة، وأول ما تقول إن كل بقى الثانوية العامة هيبقوا مقابلات علشان يختاروا لكليات، ده هيساوي فساد. هيبقى اقتصاد علوم سياسية بكذا، وإعلام بكذا، وألسن بكذا، وطب بكذا، بدل ما هيبقى رقم في الشهادة هيبقى رقم في المكتبات أو في المكاتب، هيبقى رقم مالي. بدل ما يجيب مجموع يحوش كاش. هنلاقي قصص فساد لا تنتهي لما يكون في لجان بتاخد أوائل أو كل طلاب الثانوية العامة علشان تشوف في المقابلات ده شاطر في الفيزياء، عنده ميل في الكيمياء، يقدر يفهم في اللغة العربية، ينفع يكون في وزارة الإعلام. أول ما نطلع بره الدرجات، أول بقى ما يكون تقييم للسادة أعضاء اللجنة الموقرة، دخلنا في الفساد مباشرة. يبقى ده وسطته مين وابن مين في مصر ومين اللي بيسنده، فنلاقي إن الطبقة أو الوضع الاجتماعي والثقافي والتعليمي في مصر يختل. من أفضل النظم في مصر كلها هو نظام التنسيق، إن أي حد، ابن أي حد في مصر يكون أول الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وأي حد، ابن أي حد في مصر يسقط في الثانوية العامة، لأن مفيش حد يعرف مين بيكتب إيه في الثانوية العامة. الناس اللي بتقول تطوير الثانوية العامة، بعضهم عنده أفكار جيدة، إنما في جزء هدفه هدم الثانوية العامة وهدم التنسيق وهدم النظام الاجتماعي في مصر وهدم النظام التعليمي في مصر. العالم كله في تجارب، ممكن ناخد من هذه التجارب، لكن احنا قبل ما نروح للعالم ناخد من نفسنا. الثانوية العامة زمان كانت محترمة على مستوى العالم. دكتور أحمد زويل قال لي أنه لما راح أمريكا، هو ثانوية عامة في دسوق،
تعليمه في دمنهور ودسوق والجامعة في اسكندرية. لما راح بعد الجامعة بعد خريج علوم اسكندرية لأمريكا استقبلوه في المطار، لأن ده جاي من جامعة اسكندرية. قبل كده كانت ثانوية عامة المصرية لها سمعة دولية كبيرة، والجامعة المصرية لها سمعة دولية كبيرة. احنا كنا ماشيين ازاي قبل ما نبص العالم ماشي ازاي؟ احنا كنا ماشيين ازاي؟ التدهور والتخلف اللي في التعليم في مصر بقاله عشرات قليلة من السنين، ان قبل كده كان عشرات اخرى من السنين كان التعليم المصري متميز. المجمل في ذلك، بعض الذين يروجون لتطوير الثانوية العامة هم يخربون نظام الثانوية العامة. بعض الذين يتحدثون عن إلغاء التنسيق والدخول يكون بالمقابلات بيفتحوا باب ضخم لا نهاية له للفساد وللرشوة وللمحسوبية. نظام التنسيق هو أفضل نظام يحقق العدالة والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في مصر. تطوير الثانوية العامة ما هوش اختراع، هو مناهج وضبط المدرسين والعملية التعليمية والامتحانات. ما فيهوش أي حد هيخترع حاجة مذهلة علشان يقول أنا بطور الثانوية العامة. اللي احنا محتاجينه كفاءة العمل في الثانوية العامة ومجمل التعليم في مصر. على هامش النهاردة أوائل الثانوية العامة في بعض الملاحظات الإيجابية كالتالي: إن بعض الطلاب والطالبات اتكلموا عن مثل أعلى مشكلة مصر آخر سنين، اللي بيشوفوه في الإعلام واللي بيشوفوه في السياسة واللي بيشوفوه في الفيسبوك، اتدمر المثل الأعلى واتدمرت القدوة، وكل الناس بقت تتبهدل في كل مكان علشان ما يكونش في إجماع على حد في مصر. مش إجماع، إنما توافق أو تقدير واسع لأي شخصية في مصر، من شيخ الأزهر للدكتور أحمد زويل. كتير جدا تعرضوا إلى هجوم شرس علشان ما يبقاش في قيمة عليا في هذا الوطن الناس تتجه إليها. لكن رغم ذلك أوائل الثانوية العامة اللي اتكلموا في الساعات الماضية قالوا أن مثلهم الأعلى دكتور أحمد زويل أو دكتور مجدي يعقوب، وقالوا عايزين نكون علماء، وبعضهم قالوا عايزين نكون أطباء وندخل طب زي الدكتور مجدي يعقوب. بعضهم قال أنه كان بيقرأ بره المناهج، وفوجئت أنهم كانوا بيقروا للأستاذ العملاق عباس محمود العقاد والعملاق الأدب الأستاذ توفيق الحكيم. أيضا دور الأسرة واضح أنه مهم وحاسم. كل الطلاب والطالبات تقريبا الكل أشادوا بدور الأم بالأساس، ثم دور الأب والأسرة ككل. فواضح أن الأم لا تزال في الحياة الاجتماعية المصرية الشخصية الأولى، وأن دعم الأم للأولاد في الثانوية العامة واضح وحاسم، لأن الأغلبية الساحقة أشادت بالأسرة وركزت على الإشادة بالأم. أيضا زي ما قلت لحضراتكم إنه الهدف الرئيسي تطوير التعليم ومنه الثانوية العامة. الطلاب دول أصلا لو سمعنا وجهات نظرهم وكتبناها وصيغناها وحررناها وقدمناها في نقاط، هو ده تطوير الثانوية العامة. ما هي مشاكل الثانوية العامة وما هي حلولها؟ اسمع أوائل الثانوية العامة بيقولوا إيه وإيه مشاكلهم وإيه حلولهم. بس لا عايزة جائزة نوبل ولا عايزة تروح وكالة ناسا ولا عايزة دكتور أحمد زويل يتكلم ولا أي حاجة. ببساطة شديدة جدا اسأل الطلاب إيه المشاكل واسأل الطلاب إزاي نحل. تقرير واحد يعمله شخص واحد في يوم واحد ممكن يضع وصفة لتطوير الثانوية العامة أفضل من تصورات الحكومة.